يقول: ما حكم الزينة في الأنف للنساء؟ الزينة في الأنف وفي غير الأنف كلها سائغة، يعني كل ما هو زينة ما لم يأتي شيء يدل على منعها في الأصل هو الجواز. يقول: وضع قراريط ثقب في الأنف ثم توضع فيه ما في حلقة من ذهب أو فضة، ما في بأس إذا كان لي. أقول لا بأس بذلك.